السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة خليفة الغزالي. الإخوان، هذا واحد الأخ خدمنا عنده وتحت الطلب ديالو قال لك عنده واحد الهكتار ديال الأرض بغى يبيعو، وحنا راهن إشارة المتتبعين ديال القناة وهما اللي طلبوا مني باش ندير هذه القناة تكون متنوعة، يعني كتشمل جميع المجالات ديال الفلاحة أو ديال الطاقة الشمسية أو ديال الكهرباء. مهم مواضيع تكون مفيدة ومهمة. حنا كنتواجدوا في مدينة بني ملال، وهذا الفيديو أيضا كيخص الإخوان الفلاح. إخوان، تحت الطلب ديال المتتبعين ديال القناة قال لك خصك دير لنا القناة تكون متنوعة. أنا الآن كنتواجد في مدينة بني ملال، وبالضبط نواحي سوق السبت ولاد مراح. هذا الفيديو هذا ما كيتعلقش بالطاقة الشمسية او التركيب ديال الطاقه الشمسيه، تبع معايا الفيديو وغادي تعرف ان شاء الله. انا كنت واجد في هذه النقطه بالضبط، في هذا الرومبوان، هذه الطريق اللي كتجيب من الفقيه بن صالح، وهذه الطريق اللي كتدي للبلاصه فين كاين هذاك الهكتار، وهذا الطريق كتدي لسوق السبت، سوق السبت ولاد النمه. هذا الهكتار ديال الفلاحه راه كاين في اقليم الفقيه بن صالح، بالضبط فولاد مراح. ان شاء الله انا غادي نديكم البلاصه فين كاين هذا الهكتار هذا اللي باغي يبيعو مولاه، منطقه فلاحيه خصبه. هانتوما كيما كتشوفوا راه المكان ديالها هو هذا، انا غنوري لكم هنا في الماب، ومن بعد غادي نديكم حتى الارض الفلاحيه، يعني ارض فلاحيه خصبه، كاين الماء فيها تقريبا على بعد 30 متر، عندك حق باش تحفر بئر ديال الصوندا فيه، يعني كيعطيو الرخص 252 متر على الطريق. فلاحية خصبة مزيانة فيها القادوس، وممكن دير حتى البير الا بغيت تحفر البير ودير مثلا فيه منظومة ديال الطاقة الشمسية، وتسقي هذاك الهكتار ديالك مزيان للسكنة ومزيان للفلاحة. هو هذا راه ما محروس ما والو، كما كتشوفوا الاخوان هاد العام واخا ندرت الامطار ما كايناش الامطار، فراه الفلاحه هنا مزيانه، يعني كاين الماء، موجود الماء. انتما كما كتشوفوا هاد الناس اللي في الجانب ديال هاد الهكتار راه دايرين الفلاحه ديالهم، يعني الماء موجود. بالنسبه للوثائق ديالو راه كاينه، يعني محفظ مقاد مصاب، ما فيه لا مشاكل لا والو، ديال الواحد بوحدو. الاخوان اللي مهتم، رقم الهاتف راه كاين في الصندوق الوصف لتحت في الفيديو، هذاك هو رقم الهاتف، اتصل بيا وان شاء الله يكون خير. بالنسبه للوقت والمسافه باش كيبعد هذا الهكتار على الطريق، راه ما كاملاش تقريبا 3 دقائق او 4 دقائق تخرج للطريق الرئيسيه.